لمن أتى السحار والكهنة فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن صدقهم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى في المسند والسنن: فقد برئ مما أنزل على محمد. لو سألهم شخص لفضح حالهم ولكشف أوضاعهم أيجوز هذا؟ هو لم يسألهم تصديقا لهم أو مجرد سؤال هكذا، لا، وإنما أراد أن يفضحهم، فنقول يجوز، لكن ليس لكل أحد، وإنما لمن لديه علم قوي في التوحيد بحيث يتقي به شبهات هؤلاء، وأن يكون له دين حتى يردعه عن الوقوع فيما يمكن أن يبثوه من شهوات أمامه. والدليل أن ابن صياد، هذا رجل ابن صياد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشكل على الصحابة: أهو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أم لا؟ والصواب كما قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين أنه دجال من الدجاجلة. المهم أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكشف حاله من باب التبيين للأمة، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حال هذا الرجل، لكن حتى تعلم الأمة كيف تتعامل مع هؤلاء. فأتاه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني خبأت لك خبأ، يعني أضمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه شيئا. ما هو ذلكم الشيء؟ أضمر له آية الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: إني أضمرت لك شيئا، فما هو؟ فقال ابن صياد: الدخ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، قدرك أنك دجال من الدجاجلة. لما؟ لأن الدجاجلة لا يدركون من الخبر إلا جزءا منه مما تلقيه الشياطين على هؤلاء، ولذلك ماذا قال؟ قال الدخ، لم يكمل، لم يقل الدخان. فانظر كيف جز الكلمة، لأن هذه عادة الكهان والسحر. ففضح أمرهم لمن لديه دين وعلم فإن هذا مما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.